سابق التصنيف الاول؟ الحمد لله احنا بنحمد ربنا على الفوز النهارده، وكنا رجاله مع ان سوء الجو كان معانا كان صعب شويه في الشوط الاولاني، والحمد لله احنا قدرنا نفرح شعب مصر الحمد لله النهارده. يعني النهارده كان عندك باور جامد ما شاء الله، كان عندك طموح، كنت نازل عامل بريس جامد، كنت عامل حاله في خط هجوم منتخبنا. بننسى يعني انا وكابتن محمد بنلعب بطريقه معينه طبعا، فالواحد بيقدر ينفذ يعني الحمد لله بيقدر ينفذ اللي هو مطلوب منه، وانا الحمد لله نفذت الحمد لله النهارده، وكان الحمد لله النهارده بنتيجه، وان شاء الله اللي جاي احسن لينا باذن الله ان شاء الله. يعني فوز يعني تعادل مع نيجيريا على ارضها، وفوز في مصر، وفوز على تنزانيا في تنزانيا، اعتقد منتخبنا عارف طريقه الصحيح لكاس الامم. والله احنا كنا واخدين كل ماتش الحمد لله تركيز ان احنا نكسب، يعني ننزل احنا نكسب، والحمد لله كان ده هدفنا وقدرنا الحمد لله نحققه النهارده في اخر ماتش، كان لازم كنا عايزين احنا نكسب مش عايزين جايين نتعادل الحمد لله، والحمد لله يعني الحمد لله بشكر اللعيبه كلها كانت رجاله النهارده الحمد لله. مبروك يا مروان النجم الكبير.